كده انا هبعت لكم دلوقتي اللينك. ألو معايا يا جماعة؟ الدنيا كويسة كده؟ طيب تمام. وهنعمل لكم ريكورد كمان للمحاضرة من على زوم دلوقتي. كله معايا؟ تمام. بسم الله. دلوقتي انتوا شايفين السكرين عندي دلوقتي. تمام يا شباب؟ ايوه يا دكتور. طيب انا هعمل ريكورد دلوقتي للمحاضرة عشان الدنيا تبقى ايه؟ ان شاء الله تمام يعني، او اعتقد مسموح بالريكورد عندكم برضو. احنا عاملين ايوه دكتور مسموح. احنا عاملين الريكورد فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction to Ergonomics. طبعا الجروب الثالث يبقى يدخل برضه، هنعمل لينك وندخل بنفس بلينك برضه وندخل الجروب الثالث مع بعض ان شاء الله يعني. ايه هي ارجونومكس؟ ارجو معناها ورك، ونومكس معناها ستادي، وهي كلمه اصلا كلمه يونانيه، والمعنى بقى اللي هو العلمي بتاعها The Applied Science، طبعا هو علم تطبيقي of equipment design،
بيعمل تصميم للأجهزة intended to maximize productivity عشان يحسن الإنتاجية ويقلل في نفس الوقت مشاكل وتعب الأوبريتور. مين الأوبريتور؟ human being أو الديسكومفورت بتاعه. يعني أنا عايز أقول لكم على نقطة مهمة قوي وتخلي بالكم الحتة دي، إن إحنا عندنا أوبريتور أو human being، عندنا equipment أو ماشين، وعندنا environment. الثلاث حاجات دول لازم يبقوا compatible مع بعض ويبقوا يكونوا convenient مع بعض، عشان لو في مشكلة في الانفايرمنت مثلا، يعني حد فيكم يقدر يشتغل في جو حر؟ صعب جدا، الموضوع هيبقى صعب قوي. ولكن لما الانفايرمنت تبقى كويسة الواحد يقدر يشتغل كويس. طيب الكرسي بتاعي أو المكتب بتاعي عالي قوي ومش عارف عمال رفع دراعي عشان أكتب، صعب جدا، لازم الإكويبمنت بتاعك يكون مظبوط. يعني دي أمثلة. الحاجة التانية، ظهري على طول متني وأنا بشتغل، يبقى أنا نفسي لازم أحسن البوستشر بتاعي أو شكل جسمي عشان الميكانيكس بتاعت جسمي ما يحصليش مشاكل من الباد ميكانيكس وتؤدي إلى فتيج وإيرلي بيقول عليها أبسنتزم، إنه يغيب من الشغل كتير بسبب التعب. عندنا السكوب اوف ارجونوميك injuries. أول حاجة cumulative trauma disorders، هي عبارة عن health disorders، مشكلة صحية arising from repeated biomechanical stress to the shoulders, elbow, wrist, hand, neck and back. تخيلوا يا جماعة معايا، واحد قاعد طول النهار 8 ساعات أو 10 ساعات على المكتب لمدة 20 سنة من غير أي حركة، وطول الوقت قاعد على المكتب ووزنه عمال يزيد وبطنه عمالة تكبر والأكل والشرب وقاعد على المكتب ما فيش حركة، ومتوقع أن ظهره يبقى عامل إيه بعد 20 سنة؟ ممكن هيجيله ديسك، هيجيله ألام في ظهره، هيجيله ديجنريشن أو خشونة في ظهره. بلاش كده، واحد بقاله 10 سنين قاعد أو واقف تاني ظهره 8 ساعات يومياً وهو بيشتغل في المصنع بتاعه، أو على طول رافع دراعه وهو بيتناول الحاجة أثناء في المصنع أو بيشتغل بدراعه، ريبيتيتيف يعني حاجة ريبيتد، فبيعمل تروما صغيرة تروما صغيرة تروما صغيرة كل مرة، فكيوميلاتيف أو تجميعي تقوم تعمل في الآخر تروما كبيرة. يقول آه كتفي، نبص على كتفه نلاقي مثلاً عنده روتيتور كاف تير، الروتيتور كاف ماسل اتقطعت بسبب ريبيتد كيوميلاتيف تروما. واصله كده الفكره؟ ايوه يا دكتور. طيب عندنا النقطه الثانيه، الماسكولو سكيليتال ديس اوردرز اللي هو الام اس دي اس افكت سوفت تيشو اوف بودي ان ارياز لايك نيك وباك شولدر البو هاند ريست اند فينجرز. ذيس انكلودز نيرفز تندونز cartilage, ligaments, and muscle. مثال مثلا واحد لاعب تنس بيلعب تنس لمدة مثلا ساعتين كل يوم وبيتدرب بطريقة جامدة جدا عشان البطولة بتاعته، في الآخر المفاجأ آخر قبل البطولة تلاقي جاله التهاب في الإكستنسور common extensor origin في الإلبو جوينت بسبب الموضوع ده. لحظة عشان بدخل بعض الناس. عندنا بسم الله participant. في بعض الناس عايزة تدخل. أنا بدخل الناس كلها، حاضر، عينيا حاضر، إحنا مع بعض مفيش أي مشكلة، نخلص محاضرتنا زي الفل.
انا بعمل admitting لأول. طيب نكمل مع بعض. admit all برضو. معلش يا شباب. طيب الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز اللي ممكن تحصل مع حاله زي كده، واحد زي ما قلت لكم عنده شغل كل يوم على دراعه وبيشيل احمال كبيره بطريقه غير صحيحه بدون راحه، وبالتالي ممكن يحصل له مشاكل طبعا في التندونز، ممكن يحصل له مشاكل في الماسلز، ممكن يحصل له مشاكل في الجوينتس، بعد شويه ممكن يحصل ضغط على اعصاب معينه، في مشاكل في النيرفز، ودي كلها ممكن تؤدي لمشاكل كتير. الجولز اوف ارجونومكس ان ورك بليس، الجولز اوف ارجونومكس ان ورك بليس reduce the risk of cumulative trauma, traumatic disorders, we increase the productivity. تخيلوا واحد قاعد او في environment مستريحه والدنيا كويسه، الجو كويس، قاعد ظهره ما بيوجعوش، او واقف وقفه صحيحه ظهره ما بيوجعوش، فبيقدر يدي انتاج كويس بدل ما يتعب بعد ساعتين، التعب هيبقى بعد 8 ساعات من غير اي تعب. increase the safety، يعني ما يحصلوش اي عنده أي risk of trauma أو أي مشاكل، فدي كلها حاجات. تاني حاجة improve quality of work، يعني بدل ما هينتج مثلا يعني هينتج لعبة مثلا أو هينتج شكل معين أو جهاز معين بطريقة جودته قليلة لأنه تعبان ومش مركز، لا هينتج حاجة بجودة كويسة جدا وفي أقل وقت. كمان بيقلل الفتيج والايرورز، تخيلوا واحد واقف وقفه صحيحه ومن غير اي تعب او مشاكل وظهره ما بيوجعوش ولا حاجه، فبالتالي هيحس ان ما فيش تعب وما فيش ايرورز، فهيبقى مركز في شغله كويس. الحاجه الثانيه عندنا حاجه اسمها كيوملاتيف تروما ديس اوردرز ستاتستكس، عندنا حوالي 24% اوف اول ورك بليس انجريز ار باك انجريز. خلي بالكم من الحته دي، يعني معناها ان ربع الناس اللي بتشتغل اعمال ماسكولوسكيليتال بتبقى بتاثر طبعا على الباك بطريقه غير عاديه. الباك انجريز كوست اس بزنس اند 36 بليون بير يير، 36 مليار جنيه دولار. الكلام ده طبعا ابحاث في امريكا بتقول لك المشاكل بتاعت الباك ايك. يعني تخيلوا مثلا انا عندي 10 عمال في المصنع بتاعي، فال10 عمال دول لو غاب منهم خمسه يبقى انا كده نص شغلي راح بسبب الام ظهرهم والكلام ده. فلما تصلح الورك انفايرمنت، لما تصلح الورك ماشينز، لما تصلح وضع او البوزيشن بتاع العامل نفسه، هيبقى الكوست هيقل جدا ومش هيبقى فيه اي مشاكل، بالعكس البرودكتيفيتي هتزيد والشغل هيتحسن. طيب عندنا cumulative trauma disorders، ادي عندنا الفتيج والديسكومفورت والبين والانجريز، دي كلها بتقلل البرفورمانس with time، خلال الوقت كل ما الوقت بيطول وعندنا حاله من المال بوزيشن، حاله من الديسكومفورت during work، حاله من الانفايرمنت incompatibility مع الوركر،
اللي مش فاهم حاجة يسألني يا جماعة دلوقتي وأنا أشرح له. فدي كلها حاجات بتؤدي إن العامل ما بينتجش كويس وبتؤدي لمشاكل كتير في الشغل. Most common cumulative traumatic disorders حاجة زي carpal tunnel syndrome. تخيل أنا مثلا بيجي لك واحدة متجوزة وقاعدة ست بيت وقاعدة في بيت عيلة. بيت عيلة دي يعني خلي بالكم بيت عيلة وانتوا أكيد عارفين برضو بيت عيلة يعني الستة ليها دور بتقوم بشغل البيت العيلة كله. فطبعا الست دي جاية لك بالتهابات في الأعصاب بتاعت إيديها وتنميل في صوابع إيديها. فبعدين تيجي تشوف تبص على إيديها أقول لك أصلا أنا قاعدة بغسل طول النهار، أصل بطبخ وبقلب، أصل بعمل إيه بإيديا طول النهار، طيب بدون راحة وبأوضاع يعني حتى مفيش ريست وبتحمل على نفسها قوي، فبتؤدي لحاجة اسمها كاربال تانل سندروم، يعني الضغط على العصب ميديا نيرف الضغط عليه وأدى في عند منطقة الكاربال بون وأدى لمشاكل في الميديا نيرف، أقلها سنسوري ديسوردرز وأعلاها طبعا موتور ديسوردرز. أو عامل في مصنع واقف أو واحد شغال نجار مسلح، عارفين يعني إيه طبعا نجار مسلح؟ نجار مسلح يعني راجل واقف بيعمل حديد طول النهار. النجار المسلح ده موطي ظهره طول النهار. طبعا في أوضاع تانية عشان تصلح المشكلة ديت، فتخيلوا لو هو موطي ظهره طول النهار أكيد هيحصل له مشاكل في الباك. الريسك فاكتورز فور كيومولاتيف تروماتيك ديسوردرز، اول حاجه الفورس. الانسان اللي بيشتغل في مصنع او بيشتغل في اي مكان القوه بتاعته اخبارها ايه، سواء قوته هو او قوه الستريس اللي نازل عليه. هل الفورس عاليه قوي اللي نازل عليه، يعني بيعمل اعمال شديدة، بيعمل أعمال فيها ماسل وورك عالي جدا، فده ممكن يؤدي لإيرلي فاتيجابيليتي، التنشن بتاع الماسل بيبقى عالي جدا في الأعمال ديت ولا لأ. طيب النقطة الثانية ريبيتيشن، لا يا سيدي أنا الفورس اللي ببذلها في الشغل بتاعي قليلة بس ريبيتيتيف، ريبيتيتيف قاعد طول النهار عمال ماسك ال المفك مثلا وعمال يفك في مسامير طول النهار، فطبيعي ان مع المفك والمسامير والمشاكل دي عمال طول النهار عمال يفك في مسامير يفك في مسامير ويتحرك بايده، اكيد عضلات ايديه هتتاثر خصوصا مع الريبيتيشن. اوكورد بوستشر، يعني ايه اوكورد بوستشر؟ يعني هو واقف طول النهار تاني ظهره، وبعد شويه هتلاقي ظهره وجع. ستاتيك بوستشر، قاعد ثابت طول الوقت وحاسس 8 ساعات مسنطر راسه على السكرين قدامه وبيشتغل بايده، فاستاتيك بوستشر، وبالتالي احنا عندنا السباين او العضلات بتاعتنا بتتغذى من الحركه. طيب حاجه الاخيره كونتاكت ستريسز، خلينا نشوف الصور بتاعتنا بتاعت الكلام ده. عندنا الفورس amount of physical effort required to maintain control of equipment or tools to perform tasks such as heavy lifting, pushing, pulling, and carrying. مقدار الفورس ده بيأثر عليا بعد كده. طيب repetition, performing the same motion or series of motions continually or frequently for an extended period of time with little variation such as prolonged typing. قاعد طول النهار عمال يعمل typing 8 ساعات 10 ساعات في اليوم، وبالتالي يحس بألام في ايديه وصوابع ايديه. ريبيتيتيف هاند تولز يوسج، برضه بيحس بألام في ايده مع الريبيتيتيف يوسج. اوكورد بوستشر ريفيرز تو مال بوزيشن او بوزيشن خاطئ بياخده الاوبريتور او السبجكت طول الوقت، مختلف عن النيوترال بوزيشن بتاعنا، قاعد طول النهار مايل بظهره لقدام او واقف بظهره مايل بظهره لقدام، ده كله يأثر على ظهره.
working overhead, extended back, reaching, twisting, squatting, or kneeling. طيب, static posture refer to holding fixed posture زي ما قلنا قاعد طول الوقت يعني في وضع ثابت فطبيعي هيحس بألام في ظهره بعد شوية أو مثلا gripping tools that cannot be set down standing in one place for prolonged period برضو ده بيؤدي لمشاكل في البوستشر. contact stress results from occasional repeated or continuous contact between sensitive body tissues and sharp objects. تخيلوا مثلا واحد قاعد طول الوقت على كرسي صغير جدا والضغط بتاع الكرسي ده نازل على العصعص بتاعه اللي هو السكرم بتاعه, فده المنطقه دي بتبقى بتتعب جدا من البوزيشن ده والكمبريشن اللي نازل عليها من السمول انكمفورتبل تشير. او طول الوقت مثلا ماسك هاندل وعم او مقص معين بيستخدمه وعمال كل شويه بيستخدمه و معلش انا كل شويه بدخل الناس معايا على الميتنج بتاعتنا. ريهام حاولي تدخلي تاني يعني تدخلي اللينك تاني. Like resting rest on edge of desk or tool handles pressing into palm. يعني قاعد طول الوقت ساند الريست بتاعي على الإدج على الحرف بتاع التيبل اللي أنا فيه. فطبعا كل شوية لو قعدت مدة طويلة هحس بألام. Age related changes. Reaction time lengthens. خلي بالكم الموضوع ده. أنا مثلا عندي دلوقتي 43 سنة غير واحد عنده 53 سنة أو 63 سنة in response to fatigue or to stresses of work or the force. ده طبعا أنا أقدر أتحمل اللي أصغر مني يتحمل أكتر حتى with period of time. يعني مثلا أنا بالنسبة للتايم ممكن أتحمل مثلا 8 ساعات hard work, واحد تاني أصغر مني مفروض أنه يتحمل وقت أكبر, اللي أكبر مني يتحمل وقت أقل لأن في ستريسز وقع على مدة طويلة. ده بتأدي أن قوة التحمل أو الانديورنس بتقل with time and age. workload capacity بتقل طبعا مع الاج related changes. إيه اللي changes ممكن تحصل مع الاج يا جماعة؟ حد عنده فكرة؟ إيه اللي changes ممكن تحصل مع الايجينج؟ أنا سامع صوت الصور بتاع الغيط مثلا. أيوة تمام, أوستيوأرثرايتس بالظبط كده. ديجنريتيف تشينجز ممكن حاجات زي هرمون سنايل ماسل أتروفي. سنايل ماسل أتروفي جميل جدا الكلام اللي أنا أسمعه ده حقيقي, يعني معناها إن في شغل كويس قوي معاكم في البطنة. يعني تمبريتشر ريليتد ديسكمفورت بتزيد مع الايج ريليتد تشينجز. تلاقي واحد مع السن بيبدا ما بيتحملش الحراره العاليه. فيجوال كابابيلتيز كان شارب فيجوال بعد ما سن معين بيبدا الرؤيه بتاعته تقل ولازم يستخدم اسيستيف ديفايسز زي النظارات مثلا او كده. ادي فريكوينت اوكورد اور هيفي ليفتنج. طبعا تخيلوا الوضع اللي احنا فيه ده قاعد طول الوقت عمال بيعمل الحركه دي او زي ما انتم شايفين كده ادي الروس بيشيلوا عندنا الروس بيشيلوا القنابل وبتاع عشان يحطوها في الطياره عشان يضربوا اوكرانيا. يعني
طيب او واحد اهو موطي رقبته او موطي ظهره وعمال بيشتغل وهو موطي ظهره، تخيل لو موطي ظهره طول الوقت بالطريقه دي يا ترى ظهره هيحصل له ايه؟ طيب يا ترى في السن الصغير ده احنا عندنا ولد شاب اهو، طب لو كبر في السن هيقدر يتحمل ولا لا؟ دي كلها حاجات مرتبطه بالسن وبالماسكول سكيليتال، خلي بالكم من الحته دي، بالماسكول سكيليتال كابابيلتيز. ريبيتيتيف موشن، ادي يعني ادي الورك هنا اللي قدامنا، واحد بيفك مسامير، المسامير ما هياش حاجه ناشفه ولا جامده، حاجه طريه جدا ما فيش اي مشكله فيها، بس مع الريبيتيشن والوقت بعد شويه بتلاقي عضلات ايديه بيحصل لها التهابات، بيحصل لها تعب، وبيحتاج طبعا يحصل ريليف من الالتهابات ديت سواء بادويه او بالريست او بالفيزيوثيرابي. awkward positions، شايفين الراجل اللي ماسك الدبابه دوت او بيصلح في الدبابه، ما اعرفش الامثله دي. طبعا انا بشكر الدكتور انيس بالمناسبه، يعني الدكتور انيس غيد استاذنا استاذ البايوميكانكس، هو اللي عامل المحاضرات الجميله دي، يعني ربنا يبارك فيه يعني، فهو اللي نزل الصور دي، والكلام ده على فكره من زمان من قبل حرب روسيا واوكرانيا، بس يعني تطلع للمستقبل ومتوقع حاجه يعني تحصل، الله اعلم يعني. فشايفين عمالين بيزق الطياره مثلا، تخيلوا لو بقاله 8 ساعات عمال بيزق في طيارات مثلا، يا ترى دراعه وظهره هيحصل له ايه؟ او بقاله 8 ساعات موطي وعمال بيعمل شغل على المكنه بتاعته من تحت، فاكيد ظهره هيتعب، اكيد عضلاته هتتعب. تخيلوا المنظر بتاع الناس اللي واقفه فوق ديت وعماله رفع ايديه لفوق وعمال بيصلح حاجه مثلا، تخيل رفع ايديه لفوق مده طويله جدا، فبعد كم ساعة هيتحمل حاجة زي دي. عندنا الباك بنت مور ذان 30 ديجريز، ده بيؤدي للود كبير قوي على الماسلز، بيؤدي اللود كبير جدا على الديسك. خلي بالكم دايما عندنا الفليكشن بوزيشن بيضغط على الديسك من قدام، فالديسك عبارة عن جيلاتينس، فالديسك لما بيضغط عليه من قدام بيرجع لورا، بيهرب لورا، فطبعا ده بيضغط على الاعصاب بتاعتنا، والليتر اون ممكن يؤدي لديجنريتيف تشينجز واي مشاكل في الظهر بسبب المال بوزيشن اللي هو بيندنج بيوند 30 ديجريز. نيك بنت مور ذان 30 ديجريز، وما شاء الله يعني انا عايز اقول لكم الببجي عامل شغل معانا، كميه الام الرقبه عند الشباب الصغيرين كتير جدا بسبب على طول رقبته متنية لقدام ماسك الموبايل، تاني رقبته على الموبايل تحس ان راسه نايم على الموبايل قدامه، فبيحس بألام طبعا ومشاكل كتير. الهاندز اوفر هيد اور البوز اباف شولدر، تخيلوا البوزيشن اللي احنا شايفينه ده، شايفين السهم انا ماشي ازاي يا جماعه، او طول الوقت الراجل رافع ايديه لفوق اهو وعمال يحرك في حاجات ويرص في حاجات، وتحت اهوت عمال بيرص، العامل عمال يرص الورق، تخيلوا لو 8 ساعات بيعمل بالطريقه ديت او مده طويله بيعمل بالطريقه ديت، عامل تخيل انت اقعد كده وارفع دراعك لفوق واستنى شويه، كان دي عقوبه في المدرسه لو تفتكروا، ارفع ايدك لفوق. طيب تخيل ده عامل وبيشتغل هيفي وورك برفعه ايده لفوق ديت، يا ترى هيتحمل وقت قد ايه؟ طب رقبته هتتحمل قد ايه؟ كتفه هيستحمل قد ايه؟ الام اس دي اللي هي الماسكولوسكيليتال ديس اوردرز ريبريزنت هاف اوف ميليتري ديسابيلتيز، عندنا نص المشاكل اللي في العسكريه او الحياه العسكريه بسبب المال بوزيشن او الانكومباتبل انفايرمنت او ماشينز للسبجكت اللي شغال على الموضوع دوت. One third of all reported civilian injuries and illness within the Marine Corps. برضو في الحياة العسكرية أو في الحياة المدنية تلت الناس بيتصابوا بسبب المالبوزيشن والمشاكل بتاعة الورك. In recent years, there has been an increase in reporting MSD for Marine Corps personnel which can be attributed to. يعني سبب المشاكل دي ايه؟ changes in work process and work center risks
Advanced information technology and training have increased awareness. خلي بالكم الحتة دي إحنا الحمد لله بدأ المشاكل بتاعة المسكولوسكيلتال ديسوردرز بدأت تقل شوية بسبب إن في information بنوعي السبجكتس بنوعي الناس اللي شغالة في أماكن العمل وبنعمل تشينج في الماشين بنعمل تشينج في شكل الانفايرمنت نفسها بحيث تحسن الأداء وفي نفس الوقت تقلل من المسكولوسكيليتال انجريز. الهازارد بريفنشن اند كنترول، المشاكل ازاي امنعها واعمل لها تحكم. Eliminate, reduce, or control the presence of risk factors. Engineering controls and administrative controls. نشوف كده. Engineering controls or techniques. أول حاجة, we are preferring the mechanism for controlling ergonomic hazards. يعني نشوف كده النقطة الثانية. This include redesign the workstation, work methods, and tools to reduce the demands of job such as exertion, repetition, and awkward position. يعني مثلا أنا قاعد في مكان ضيق جدا في مكان ضيق جدا وتعبني جدا فالمكان ده لازم أخلي بالي إن هيبقى متعب ويتعب لي ظهري وعضلاتي فلازم أغير من شكل المكان. يا ترى المكتب عالي اللي أنا قاعد عليه ولا في مستوى معين وأقدر أشتغل منه من غير تعب. يا ترى الورك ميثود نفسها يعني وأنا شغال هل أشتغل كتابة بإيدي أحسن ولا التايب رايتنج أحسن أريح ليا. على حسب طبعا الورك ميثود إذا تغيرت أكيد بتفرق معايا. تكرار الموضوع يعني أنا بتعب بعد مثلا 100 مرة يبقى أخلي التكرار 50 مرة أحسن. أو الـ awkward position أغير الـ position to normal positions عشان أقدر أحسن الأداء بتاعي. يعني مثلا بدل ما أوطي وتني ظهري وأعمل bending في ظهري 30 درجة أنزل أعمل سكوات على الأرض زي ما احنا شايفين في الصورة وأشتغل في المكنة بتاعتي كويس. Administrative controls النقطة الثانية control rotating personnel to jobs establishing work rest schedule, training personnel to use appropriate work method when engineering controls are not feasible. نشوف كده اللي جاي. Work station design. أنا واقف خلي بالكم شوف الراجل ده هيكسر الكمبيوتر قدامه إزاي. أنا قاعد شوف تاني ظهري وظهري وجعني ومش قادر من الثمان ساعات اللي أنا تعبان فيها. يبقى لازم اغير البوزيشن بتاعي الكرسي بتاعي يبقى مريح وده شكل الديزاين بتاعي. طبعا الكلام ده هنقوله بتفاصيل اكتر. الانجلز بتاعت رجلي عامله ازاي، الانجلز بتاعت ظهري عامله ازاي، شكل الكرسي عامله ازاي، فيوينج انجل بتاعتي شكلها عامله ازاي. دي كلها طبعا بتاثر عليا كويس وبتحسن الاداء بتاعي وابقى بشتغل وانا كومفورتبل. Training should enable each personnel or person to recognize risk factors and understanding procedures used to minimize the risk. ال risk factors لازم أبقى فاهم كويس أوي إن أنا لو اشتغلت في المصنع الفلاني أخلي بالي من الماكينة إن ممكن تقطع في إيديا أو تحرق لي جزء من جسمي فلازم أمنع risk factors دي. وفي طبعا المفروض في ناس بتشتغل على الموضوع دوت جوه المصانع او جوه المنشآت الصناعيه عشان تمنع او تقلل الهازاردز اوف ريسك فاكتورز. تقلل طبعا الهازاردز اوف ريسك فاكتورز من خلال ان انا بعمل اويرنس للعامل وفي نفس الوقت الورك انفايرمنت نفسها بغير فيها عشان امنع المشاكل دي. Training should be provided annually and retraining should be done when personnel are assigned to new job. يعني مثلا لما رحنا مثلا جامعة فاروس سنة 2017 وكان لسه يعني وعايز اقول لكم الناس كانت خبرات في شغل الاكاديمي ومع ذلك ادونا training
بيدونا حاجات سيشنز اوف تريننج على جوبز والشغل بتاعنا عشان برضو يعمل ريتريننج او تريننج تو ذا نيو بيرسونال. والتريننج ده بيقلل الورك تايم وبيقلل اللود على السبجكت، لانه طبعا ما يبقى ويل تريند هيشتغل باقل الاستريسز على نفسه، وفي نفس الوقت هيبقى الانتاجيه بتاعته عاليه جدا. باك انجري تريننج، الاناتومي اند فيسيولوجي تو اكسبلين هاو باك وركس، البايوميكانكس اوف ليفتنج، ويت كنترول، هاو تو افويد باك انجريز، والفيزيكال فيتنس. اذر ميثودز to reduce the potential of back injuries. اولا لازم الستاندنج بوستشر بتاعي، خلي بالكم شوفوا السبجكت ده واقف وتاني رجله ازاي، ده كده عشان يقلل التنشن اللي واقع على الباك على الاليزوس ماسل، وبالتالي يقلل التنشن اللي واقع على اللامبر ريجون. لما يتني رجل والرجل التانيه مفروضه كل شويه يغير وضع رجله، ده كده يتجنب الاستيشنري بوستشر وبيخلي فيه ناتشرال كيرف في الباك. شيفت اند ستريتش، شايفين الوضع ده بتاع البيرسونال دوت قدامي بيحرك البوستشر بتاعه كل شويه وبيغير وضعه كل شويه عشان يخلي الفلكسبيليتي بتاعه الباك كويسه وبتاعه البادي، وبالتالي الفورس اللي نازله على الباك بتقلل طبعا اي تاثير على الباك وعلى الماسلز، وبتخلي فيه بلاد سبلاي كويس نازل جاي للماسلز، وبتخلي فيه نوتريشن كويسه جايه للديسك، فده كله بيحسن الاداء بتاع السبجكت ومبقاش فيه مشاكل. انما تخيل لو طول الوقت قاعد 8 ساعات او واقف 8 ساعات، ده طبعا بيأثر عليه بطريقه صعبه جدا. push not pull. Can you slide it instead of lifting؟ يعني دايما بنقول ان البوشنج افضل من البولينج. البوشنج بيقدر يستخدم الويت بتاع جسمه وهو بيزق الحاجه بالاضافه لايده، انما في البولينج بيستخدم قوه ايده بس، وبالتالي يحمل على عضلات ايديه بصوره جامده جدا ويتعب جدا. use lifting devices، بدل ما يشيل بايده مثلا الصندوق او الكراتين دي بايده، لا يستخدم حاجه تشيل ديفايسز، تشيل الحاجات ديت زي هاند تراكس او فورك ليفتس او دولز. يوز جلوفز اف نيدد، يوزنج جلوفز دي بتخلي الفريكشن بيقل على الهاندل، وبالتالي ما بيبقاش في الم اثناء الشغل في ايديه. ستريتش اند بي ريدي، stretch your muscle or warm up after or before lifting. الستريتشنج بيعمل warm up للمسل، وبالتالي يخليها مستعده ان هي تعمل لود. wearing slip resistant shoe، يعني تخيل انا واقف في شغل وبعدين كل ما امشي اتزحلق هوبا اتزحلق هوبا، وبعدين كده هيجي لي مشاكل في عضلات ظهري ومشاكل في الانتاير ماسكولوسكيليتال سيستم، ممكن يجي لي اي تروما فراكشر، وبالتالي لازم استخدم الحاجات انتي سليب. كليرد باث واي بيفور يو موف ذا ايتم، يعني دلوقتي هزق حاجه قدامي، مش معقول ابقى بزق حاجه قدامي والطريق قدامي مشغول، فلازم اوسع للحاجه دي عشان اقدر احرك كويس. lift with your legs، plant feet firmly، get a stable base، bent knees not waist، tighten abdominal muscle to support spine، good grip. ده عشان الليفتنج، بصوا المنظر عامل ازاي، بدل ما يوطي ظهره لا تاني ركبته ونزل بظهره مفرود وحط الكرتونه قدام صدره وبدا يرفع اللود. نكمل بقيه الشروط، احنا فاضل قدامنا دقيقة ونص تقريبا. keep the load close to the body، use leg muscles، keep back upright، lift steadily and smoothly without jerking.
Supervisors responsibilities برضو عندنا زي ان supervisor should receive sufficient training on ergo issues to effectively carry out their responsibilities, ensure personnel receive training, request assistance for managing risk factors. في supervisor موجود بيقيم المشاكل, بيقيم الريسك, وبيحاول يبلغ بيها الاوبريتور وبيوعي بيها الناس اللي حواليه بيشتغلوا عشان يمنع المشاكل بتاعتنا اثناء العمل, وبالتالي بيمنع, بيحسن الاداء, بيمنع الام اس دي, بيمنع الكيومولاتيف تروماتيك ديس اوردرز. دي كلها مشاكل بتقل جدا. ان شاء الله انا هعمل, هرفع المحاضره دلوقتي على جروب التليجرام بعد ما اتسجلت, وانا بشكركم جدا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.